السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم وصفات افكار. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله عندي معكم كلاص منزلي بدون قشه طريه وبدون حليب مكثف، كيجي رائع، كيجي لذيذ. طريقه التحضير ديالته سهله بزاف، كتصاوبي في 10 دقائق بضرب كهربائي. ممكن انك تطلعي كذلك بضرب يدوي الا ما كانش الضرب كهربائي، لان فيه ما فيش قشده طريه اللي كتحتاج واحد الصعوبه في يعني باش تطلعيه. مكونات يعني قليله، 3 مكونات فقط. الى عجبك هذا الفيديو ما ترضيش انك ديري ليا لايك وتشترك في القناه. بالنسبه للمكونات كما قلت لكم، عندنا قشده، ما عندناش قشده طريه، عندنا كشانتي ديك البواطه اللي شفتو، وعندنا كذلك جوج ديال العلب ديال الفلون، وعندنا كاس ديال الحليب ما عامرش، يعني ربع لتر ديال الحليب يكون بارد، كلشي يكون بارد يعني باش تطلعك بسهوله. الا كان عندك الضرب اليدوي فقط ديري كلشي بارد، دي الفلون يكون في الثلاجه اولا في المجمد تخلي واحد المده. كذلك هاد القشط، هاد الغبره ديال الشانتيي كذلك تكون في الثلاجه. الحليب تا هو ديريه في المجمد يعني يبرد واحد الشويه، ماشي يقساح يعني يبرد. طلعيه ديري الحليب مع الغبره ديال الشانتي او البودر الشانتي، تخلطيهم حتى كيطلعوا يعني حتى كيتماسكوا، كيطلع بالزربه يعني. واخا الضرب اليدوي غادي يطلع لك، غير ماشي يعني تشوفي الضرب الكهربائي ما غاديش ينجح، لانها دغيا دغيا غير بحركه يعني بسهوله غادي يطلع. ومن بعد ما كطلع لك شويه كتزيدي جوج فلون ديال الكراميل، الا ما عندكش كراميل تقدري ديري ديال الشوكولات يعني، اولا مهم الشوكولات الكراميل اللي كاينين طلعيهم بجوج تخلطيهم، غير تخلطو مزيان صافي تتحبسي، كيجي يعني كريمي. دائما ملي تبغي تطلعي داك الضراب داك القشطه او عفوا ديك الغبره ديال الشانتي ديري يعني سرعه عاليه باش دغيا تطلع، وكذلك حتى في اليدين دير بالضرب ضربي باش تطلع مزيان دغيا صافي. ما غاديش ديروا السكر لان داك الغبره راه فيها السكر، الشانتي راه فيه السكر، الحليب كذلك راه حلو شويه، وكذلك راه الفلون راه حلو بزاف. كنغطيهم، نغطي هاد الكريمه او هاد كلاصي برد ديري في المجمد واحد ساعتين غادي يجمع لك شويه، كيجي مجموع بحال هكا. ومن بعد نديرو في الكيسان ديك الساعه يعني، راه ما تياخذش وقت بزاف، اولا تخليه غير في الثلاجه حتى كيتجمع لك تيبرد مزيان صافي، اولا تصاوبيه من الاول يعني من كيطلعي كديريهم في كيسان تحطهم في الثلاجه حتى كيبردوا مزيان وتياكلهم وليدات بالصحه والراحه. وتنزينهم بهذه الطريقه. كانت عندك صلصه ديال الكراميل يعني تزينيهم بكيسان اولا في زلي اولا في الكيسان ديال الكلاص، تزينيهم بالشوكولاط يكون سائل اولا الشوكولاط هكا، يا صلصه ديال الشوكولا اولا الكراميل اولا الشوكولاط محكوك اولا هاد الطريقه درت هاد زينتهم بهاد الحبيبات الملونه يعني باي طريقه اي حاجه، والكاوكاو مهرمش كيجي لذيذ. طريقه تحضير بسيطه كما قلت لكم يعني، واخا ما كاينش الضرب الكهربائي، القشده الطريه تاهي كتجي لذيذه بزاف بها الا صوبتي بها هاد هاد الكلاص، ماشي بحال يعني هاد الساشي ديال الشانتي كيجي ماشي بحال القشده الطريه، الطريه كتجي لذيذه اكثر اكثر وغنيه يعني كتكون دسمه. المهم اخواتي الا عجبكم الفيديو ما تردوش ديروا اللايك وتشتركوا في القناه الا كنتي اول مره كتكتشف القناه، ما ترديش انك تشتركي فيها. وذلك المشتركين عندي في القناه عفوا اللي كيتابعوني دائما وممكن مشاركيش في القناه، حاولوا انكم تشتركوا في القناه وخلوا لي تعليقات وخلوا لي لايكات باش الفيديو دائما يطلع، الاخوات اللي ما تيشوفوش الفيديوهات ديالي يعني يبان، وحاولوا انكم تفاعلوا مع الفيديوهات ديالي، ما تخليوش لي اللايكات. ما عرفتش واش ما كيعجبكمش الفيديوهات ديالي، ولا عجبكم ديروا لايك باش يبان الفيديو لاخوات اخريات. مع السلامة، مع فيديو جديد إن شاء الله وبالصحة والراحة في رعاية الله. إلى اللقاء مع وصفات أخرى سهلة وسريعة التحضير في متناول الجميع. مع السلامة.